بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بتقدم بخالص التهنئه في البدايه للشعب المصري على افتتاح هذا الصرح الطبي العظيم. هذا الصرح الذي تاخر اكثر من 15 عاما رقم واحد، وبيعكس دور الاراده، وحين يكون هناك تصميم على الانجاز نستطيع ان نفعل. وكما دائما دعم سياده رئيس الوزراء، لابد من اقتحام المشاكل حتى نستطيع ان نحل كل المتعثرات باذن الله. الحاجة الثانية هي الشراكة الحقيقية بين إمكانيات الشعب المصري، متمثلة في إمكانيات وزارة الصحة والموارد البشرية الرائعة الموجودة في الجامعات المصرية، عن طريق تفعيل قسم متخصص في هذا المستشفى لزرع النخاع وعلاج أورام الدم. القدرة على الإنجاز والتصميم على الإنجاز والنجاح حتى أن نقدم خدمات طبية متميزة. انتظروا منا جميعا كل شهر جديد فيما يتعلق بالمشروعات المتعثرة في وزارة الصحة بإذن الله. مزيد من التعاون مع الجامعات المصرية، مزيد من رفع الكفاءة المهارية والتدريبية للطبيب المصري عن طريق بروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية. بإذن الله تعالى لن ينتهي هذا العام قبل أن تشهد مصر طفرة في الخدمات الصحية بإذن الله تعالى.